تالي الانفراريد اللي هو ده انا بقى بشتغل عليه دلوقتي دوت اللي هو اليومينوس اللي هو الليمب ماله على السرير اسمه السرير اللي هو ابر الليمب ماله على الكورتكس تعالى يا عم نطلعنا على السرير طبعا هنا السلك طويل ماشي صخ واحد يطلع ادي كوس ما بعتوش بعيد الله يخليك كبو عليا لو في منك اثنين بس لو في منك اثنين اي والله انا بهنين نظبطه علينا عشان نعمل جولين طبعا انا عاوز بس اقول على حاجه بس ما تجيش راس السرير تبقى الناحيه دي عشان برضه بعض الناس فيكم بيغلط في الغلطه دي راس السرير تبقى الناحيه دي ولا رجل العين الناحيه رايح العيان خليه قاعد لون بسيتنج بوزيشن ماشي طالما انا هشتغل على اللي هو ده مرتاح طال عمرك زي ما قلنا قبل كده يا شباب المسافه في الانفراريد وفي الالترا فايلوت 60 30 الى 50 غالبا في الاثنين حاول توحدها عشان ما تنساش 45 خليها 45 وريح دماغك في الوسط 45 سنتي 45 مسافة 45 بين المريض و 45 ده الزرار ده انت عارف استزيد معرفة احفظ بدل ما ترجي احفظ زي ما قلنا الزرار ده الاولاني ده اللي بيطلع وينزل خلاص ده بيديك زيرو دي يعني مفيش يعني الاشعة واقفة الزرار اي ار معناه انفراريد بدون تايمر AUT اللي هي اوتوماتيك معناها انفراريد ويز طيب هو ما يغلق يقفل لوحده خلاص يبقى انا في عندي اي ار وفي عندي اوتوماتيك خلاص الاي ار يفتح خلاص لا خلاص خده معاك بقى خده معاك خلاص شكرا يا دكتور يبقى الاي ار قلنا هيفتح انفراريد من غير تايمر انا اللي اطفيها بمزاجنا على الساعه بتاعتي الاوتوماتيك معناها ايه معناها لازم التايمر يكون مظبوط عشان يشتغل واضح اوكي فانا دلوقتي انا هشتغل على مين هشتغل على سبيل المثال على النيل زي ما اتفقنا لازم هو تاني بقول نعري رجل العيان المنطقه اللي هنشتغل عليها بالمنظر ده كده هنا محتاج تاول هنا في تاول لا هنا في تاول لا مفيش هنا تاول خلاص ارفع 45 ونزل السرير انا رفعت السرير بتاعي سرير سوري السرير خشب دي مشكله هتقابلك في بعض المستشفيات انا رفعت والسرير خشب ما ينفعش انزله لان المسافه ما زالت لسه صغيره اعمل ايه هاو يو كان كنترول انتنسيتي ازاي نتحكم في الانتنسيتي ان انا اعمل ايه بقى لو انا شايف ان المسافه قريبه قوي اخليه بزاويه ما اخلوش على عمودي بيربنديكولار لكن لو المسافه مظبوطه خلاص اخليه ايه بيربنديكولار ده الكلام ده مطبق في الانفراريد وفي الالترا مش لازم كل مره اقعد اعيده الانفراريد والالترا فايلوت لو انت حبيت تظبط الجهاز ولقيت الجهاز المسافه بتاعتك اقل من 30 سم اعمل ايه الزاويه اخليها وز انجل لان اتفقنا احنا في عندنا قانون اللي هو الساين اللي هو بتاع الاشعه قلنا في الاول خالص افتكروه ورجعوا له كده قانون الساين ان الاشعه تتناسب مع جيب للزاويه خلاص يا جماعه يبقى انا كده اهو ظبطت رجل العين مظبوطه كده اهيت تمام حلو قوي ماشي انا عاوز التايم بتاعي ده منطقه صغيره بشتغل اخليها كام دقيقه 10 دقائق والله الحراره والله ده فور تمام خلاص بس ازاي شويه 10 الماء الصغير ونفس الكلام بالنسبه للحاجه الوحيد اللي مختلف مين الالترا فايلوت والليزر ماشي يا شباب انت ممكن تحطوها فقره واحده هي بس واحد لا نعم يمكن لفينا شو قلت والله العظيم خلاص ايوه طيب يبقى ده كده على الني عاوز اعمل على الانكل نزل خلاص انزلها اهو وساعه الامتحان مفيش حد اسمها يقول لي لا انا مش هقلق ومش هعمل ومش هعمل الكلام ده المثل ما في مشكله دكتور سؤال مظبوط سؤال مظبوط دكتور سؤال بس ارد على سؤال واحد يا جماعه بالراحه اهدوا واحد بيقول لي هنا المثل تفرق
تفرق هنا الميتال؟ لا ما تفرقش. ليه؟ ده سوبرفيشال هيتنج. اسمه ايه؟ سوبرفيشال هيتنج. انما الشورت ويف والمايكرويف يعتبروا ايه؟ ديب هيتنج. طب عادي دكتور في كل الاجهزه الخليج الميتال احتياج. والله بعتك بس انت دلوقتي واحد مركب السياخ وعاوز تعمل له جلسه، تسيبك من الحاجات اللي هو شايلها. انا بكلم واحد عنده سياخ مثلا في رجليه عاوز تعمل له جلسه، هل وارد انك تعمله بالانفراد؟ اه وارد ان انا اعمله بالانفراد. ليه يا جماعه؟ سوبرفيشال هيتنج. الا اذا كان السيخ ده او الحاجه ده المسمار ده بير سكن يعني تحت الجلد على طول مباشره، زي واحد مثلا مركب مسامير هنا في الفيبولا. الفيبولا بارزه. اه لا ده لا يعني الامور مرتبطه بايه يا جماعه؟ بالوضع بالسيتويشن. لكن عموما الانفراد ما فيش قلق منها، هي تعتبر سوبرفيشال هيتنج مش هتعمل مشكله، مش هتعمل حرق داخلي. يعني حتى لو سخنت مش هتسخن بالدرجه الايه؟ الجنب. يعني يجي على الوجه ما فيش مشكله، بس انت هتعمله على الوجه على الايه؟ انا متعود على لا يلبس نظاره الشباب الالتر فايز يلبس نظاره اذا بيسوي على الوجه دكتور يلبس نظاره اذا بيسوي يا جماعه ده فلتر كده بتعمل مشكله كده نفسه اتاكد خلاص ماشي يا شباب بس نظاره نعم يلبس جوجل لو انت هتشتغل على الفيس سواء في الانفراد او في الالتر فايلت البس نظاره بس لو مش هشتغل على الفيس لكن في الالتر فايلت لازم تلبس نظاره انت والبيشنت سواء كنت بتشتغل على فيس او غير فيس ترى بعين ليه عشان لا يجيك بلايندنس الله ينور عليك هسه كونجكتيفايتس والكونجكتيفايتس تؤدي الى بلايندنس مش بولدنس بلايندنس واضح يا جماعه فكده انا اشتغلت على الانكل ارفع اقدر اشتغل على الهيب بنفس الطريقه اهي طبعا لازم هنعمل دراجه للبيشن انا عارف المنطقه بتاعت الهيب طبعا مش عاوزين نعلى الراجل عشان ما يكسبش مننا لا بس يا ابني مش غير طيب ننزل خلاص كده عملنا على الانكل وعلى الني وعلى الايه طب هل ممكن اعمل من البوستيريو فيو يعني أيوة. ممكن انام العيان واعمل على الني من ورا أيوة. او على الباك من ورا او على مش عارف ايه من ورا انام يا ابني انا ما تخافش محدش يعمل لك حاجه ما الديابه اللي موجوده دي ولا خب الديابه انا يا حركة البنات الجمال ده بس طيب هنحط زي ما اتفقنا زي ما عملنا مع الني والانكل على نفس الكلام على الايه الباك اوتو انا بقى عاوز اعمل فين لو باك ابر باك روح ده اسمه لو باك اسمه ده راجل شكله متمزج قوي ارفعه كده ماشي يا شباب حط على الابر باك ماشي يا شباب يبقى بس طبعا المسافه دي انا شايفه انها اعملها قصيره بنزل الكرسي شويه شيك يا ابوي بس كده ده ايه ده انا بشتغل على الابر باك او اللور باك والني والانكل كل ده شغلته على السي او ايه اللي هشتغله بس مش على السرير ها ابر دم خلاص ومعامل كده عليه بس يا ابني استخدم هي اللي